بيطلع لك حوالي صافي ربح في اليوم 400 جنيه، يعني ربحك في الشهر بيكون حوالي من 10,000 ل 12,000 جنيه. في مقولة شهيرة بيقولوها الجماعة الأجانب وهي بيزنس از ريسك، يعني من الآخر كده عمرك ما هتقدر تبقى صاحب شغل من غير ما تخاطر أو تحاول وتقع وتفشل وتقوم من تاني وهكذا، ودي سنة الحياة. النهارده هنبدأ من مشروع من مشروعات متناهية الصغر واللي أي شاب بيقدر يعملها، يعني حاجة بسيطة كده هنقنع وهنسخن فيها إن شاء الله. مشروعنا مشروع بسيط وهو صناعة يد المكنسة الخشبية، وطبعا احنا عارفين إن مفيش بيت مصري بيخلى من احتياجه لأدوات النظافة منزلية زي المساحة او المكنسة الخشبية او الشرشوبة او ايا كان. هو مشروع بسيط لكن تكلفته مش عالية وتسويقه ان شاء الله بيكون مضمون. اول حاجة هنتكلم عليها هي مساحة المكان اللي انت محتاجه، وفي الحقيقة انت مش محتاج مساحة مكان كبير، كل اللي انت محتاجه هو مساحة مكان ما تعديش ال 50 متر، وده ممكن يكون متوافر في كتير من بيوت، سواء في سطح البيت او في بدروم او في صالة او في اوضة فاضية. طيب يا ترى ايه هي مكونات المشروع؟ اول حاجة بتستخدمها في المشروع ده وهي حاجة اسمها منشار الصواني، وده منشار متكون من كذا قرص بيدخل فيه لوح الخشب ويقطعه لقطاعات مربعة متساوية عشان تطلع ويتعمل منها ايادي المكنسه الخشبيه. تاني حاجه معانا وهي مكنه البرايه، ودي اللي بتشكل اعواد الخشب اللي طلعت من المنشار على شكل دائري عشان تظهر بالشكل الدائري المعتاد اللي كلنا بنشوفه لما بنيجي نشتريها من المحلات او من السوبر ماركت. تالت حاجه وهي ماكينه الصنفره، ودي بتستخدمها عشان تقدر تنعم ايد المكنسه بعد ما تطلع من مكنه البرايه وتاخد الشكل السموز الناعم اللي قدامك ده. شغلانه في منتهى البساطه واللذاذ واي حد يقدر يقوم بيها. رابع حاجه وهي ماكينه الالاوز، ودي اللي بتشكل طرف من طرفين ايد المكنسه عشان تديها شكل الالاوز او الشكل حلزوني عشان تقدر تربطها مع الجزء السفلي من المكنسه او الفرشه بتاعه المكنسه. خامس حاجه وهي مكنه الكيرف، وفي الحقيقه انا مش مقتنع قوي باداء المكنه دي او فايدتها، لكن هنتكلم عليها ونشرحها عشان اللي حابب يشتريها. المكنه دي بتستخدمها عشان خاطر تدي شكل دائري او شكل كيرف لايد المكنسه من فوق، وانا شايف انه مش لازم تعمل كده اصلا من الاساس، وفي ناس بتجيب قطعه من البلاستيك بتحطها على ايد المكنسه من فوق عشان تقدر تعلقها منها وبتتفادى خالص موضوع الكيرف ده، وفي نفس الوقت المكنسه بتاخد شكل مقبول جدا، وممكن كمان يتحط عليها بادج لاسم الشركه او تعمل دعايه لنفسك من خلالك تحط رقم تليفونك عشان تقدر توزعها مستقبلا على المحلات او السوبر ماركت. تالت حاجه معانا وهي مكنه السن، ومكنه السن على قد ما هي بسيطه وعلى قد ما هي مهمه جدا، وانت بتستخدمها عشان خاطر تقدر تسن السكاكين بتاعه المنشار الصواني اللي عندك او اي ترس او اي معده محتاجه ان هي تتسن في وقت من الاوقات. طيب انا عرفت المكن وعرفت وظيفه كل مكن، حاولت بقى ان انا اسال في اكتر من شركه وحاولت ان انا اعرف سعر خط الانتاج بالكامل هيكون كام، والحقيقه بعد ما كلمت اكتر من شركه لقيت ان خط الانتاج بيعمل حوالي 125,000 جنيه، ولكن الكلام ده بيكون من غير التسويق. طيب لو انت شايل هم التسويق وهتقول ان انت مش هتعرف تسوق، فبتقدر ان انت تدفع للشركه دي 10,000 جنيه زياده، يعني بتدفع 135,000 جنيه في الاجمالي، وفي مقابل ده الشركه بتاخد الانتاج بتاعك وبتسوقه هي من خلال ان هي تديه لشركات اكبر او شركات بيكون عندها القدره ان هي توزع بشكل كبير او تصدره اكتر لشركات خارجيه مثلا او بره مصر. طيب جميل الكلام ده. طيب لو انت مش حابب ان انت تسوق من خلال الشركه وحابب تسوق بنفسك وتتعرف من خلال المحلات او السوبر ماركتس الكبيره على امل انك ان شاء الله تكبر مع الوقت وتكبر المصنع بتاعك او خطوط الانتاج، قلنا ان اول اختيار ان انت تخلي الشركه اللي بتشتري منها خط الانتاج ان هي تسوق لك، ولكن انا شايف ان الاختيار ده مش مضمون على المدى البعيد، لان ممكن في اي وقت الشركه دي تتخلى عنك وتقول لك والله انا مش محتاجه الانتاج بتاعك. فاحنا هنلجا الاختيار الثاني ان انت تلف على المحلات وعلى السوبر ماركت اللي بتقدم خدمات بيع الادوات المنزليه. طيب ايه اللي هيخلي الاماكن دي تشتري منك؟ اللي هيخلي الاماكن دي تشتري منك هو حاجتين: جوده المنتج بتاعك والسعر التنافسي اللي بينافس الاسعار اللي موجوده في السوق. فانت محتاج ان انت تعمل دراسه جدوى للاسعار اللي بتباع بيها المنتج جمله في السوق، وتحاول ان انت تعمل خصومات على الكميات الكبيره بحيث ان انت تغري الاماكن اللي انت عايز تبيع لها انها تشتري منك كميه كبيره من المنتج، وفي نفس الوقت لما يكون في خصومات تقدر تعوض من هامش الربح الصغير على العدد الكبير، تعوض الربح الناتج عن الخصومات دي او ان انت بتتنازع عن نسبه من الربح بتاعك. ومع الوقت باذن الله هتتعرف وتقدر ان انت تسوق بشكل اكبر او تزود انتاجك او تتعرف في اماكن اكتر هتبيع بالسعر اللي انت عايزه. وحابب بقى ان انا اديك اهم حاجه في الموضوع وهي دراسه جدوى بسيطه كده، وطبعا الاسعار بتكون متغيره من وقت للتاني، ولكن دراسه الجدوى دي ان شاء الله هتكون قريبه من وقت تصوير الفيديو. بص يا سيدي، اول حاجه هنتكلم عليها في دراسه الجدوى هي بنود وتكاليف الخامات اللي بتستخدمها في المشروع ده. اول حاجه وهي الخشب، طبعا انت بتحتاج كل يوم متر خشب سويد، ومتر خشب السويد بيعمل دلوقتي حوالي 11,000 جنيه، وبتحتاج كمان اكياس لتغليف الرابطه اللي بتعملها من العصيان بتاعه المكنسه الخشبيه، ودي بتكلفك تقريبا في رينج من 70 ل 100 جنيه. ثالث حاجه افترضناها وهي ان المكان ده ليه ايجار، ولنفترض مثلا ان ايجار المكان ده في اليوم بيكون 50 جنيه، يعني في الشهر 1500 جنيه، وكمان عندك تكلفه الكهرباء اللي بتشغل كل المكان ده يوميا واللي ممكن توصل ل 40 او 50 جنيه، وعندك كمان مصاريف لنقل الخامات والانتاج وهي اللي بتحتاجها عشان خاطر تقدر تجيب نقله الخشب، وبعد كده تقدر تنقل نقله العصيان الخشب بتاعه المكان، ودي بتبقى حوالي 300 جنيه كل يوم. طيب انت عندك 5 مكانات موجودين في خط الانتاج، يعني محتاج على الاقل 5 عمال يكونوا موجودين على المكان ده، لكن انا شايف ان في مكان ممكن تكون مش محتاج ان يكون واقف عليه عمال بشكل اساسي، فممكن تحتاج 3 عمال في البيت
البدايه وتقف انت مع العمال دي كاشراف وتساهم معاهم، دي حاجه ما تعبكش ابدا وفي الاول وحد ما تفهم المشروع بيتم ازاي. تكلفه العماله تقريبا بتبقى حوالي 300 ل 350 جنيه في اليوم، وكمان بتحط تكلفه الاعطال بتاعت المكنه وهي حوالي 20 جنيه في اليوم، يعني حوالي 600 جنيه في الشهر. طبعا ممكن تزيد او ممكن تقل، لكن لو انت جايب خط انتاج جديد وده اللي بنتكلم عليه في حالتنا ففي الاغلب باذن الله مش هيكون فيه اعطال كتيره في الاول. وطبعا الشركه اللي بتشتري منها بتشرح لك بالتفصيل ازاي تتعامل مع المكن ده وتريحه قد ايه وتشغله قد ايه وايه المحاذير اللي المفروض تاخدها في اعتبارك وانت بتتعامل مع المكن ده. طيب بعد ما حسبنا التكاليف والخامات المطلوبه فبحسبه بسيطه كده هنلاقي ان الحاجات دي بتتكلف في اليوم حوالي 11750 جنيه. طيب نيجي بقى للبند الاهم وهو بند المبيعات والتوزيع، يا ترى الحاجه دي هتتباع بكام والمكسب بتاعك الصافي في اليوم هيوصل لكام وهتقدر تكسب كام في الشهر كله باذن الله. طبعا انت بتقدر تصنع من خلال متر الخشب حوالي 1330 يد مكنسه في اليوم، ولو افترضنا ان انت هتقدر تبيع يد المكنسه على 9 جنيه للجمله فاجمالي القيمه اللي هتحصل عليها حوالي 12000 جنيه عن كل يوم، وكمان بيطلع لك حوالي 50 كيلو جرام من كسر الخشب اللي بيطلع نتيجه بواقي المكن بتاع خط الانتاج. بتقدر تبيع الكيلو الواحد ب 30 قرش وده في الحقيقه بيخلق لك مبلغ رهيب جدا وهو 15 جنيه في اليوم. اما بقى انشاره الخشب اللي بتطلع من بواقي خط الانتاج بتكون حوالي 6 شكاير في اليوم، بتبيع الشكاره ب 20 جنيه وده بيوفر لك مبلغ حوالي 120 جنيه. وحاول ان انت ما تستهترش بالارقام الصغيره دي لان هي بتضاف لربحك اليومي. طيب لما نيجي نتكلم على الربح اليومي فاحنا قلنا ان الخامات والانتاج بيتكلف حوالي 11750 جنيه في اليوم، اما نتيجه المبيعات بتاعتنا فهي 12000 جنيه زائد ال 15 جنيه لكسر الخشب زائد ال 120 جنيه لشرط الخشب فبتعمل لك حوالي 12100 جنيه في اليوم. لما تيجي تطرحهم من مد تكاليف الانتاج والعماله بيطلع لك حوالي صافي ربح في اليوم 400 جنيه، يعني ربحك في الشهر بيكون حوالي من 10000 ل 12000 جنيه، وانا شايف ان ده عائد ممتاز جدا بالنسبه لراس مال المشروع اللي بنتكلم فيه وهو 135000 جنيه على اقصى تقدير. طيب انا كده خلصت المشروع بتاع النهارده وده اول مشروع اتكلم عنه، وان شاء الله هيكون في مشاريع كتيره جدا هتكلم عنها بالتفصيل وهحاول ان انا اديك فكره كامله على قد ما اقدر اوصل، وان شاء الله باذن الله الناس تستفاد. واي حد محتاج اي استفسارات يبعتها لي في رساله او يحطها لي في الكومنتات تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليك، سلام.